كان قدام زبون نوصلوا سلعته للدار، يعاود يعيط لنا يشكر ويمدح، نقول لكم ما تصوروش الشكر اللي يعطيوه لنا. واش نقول خاوتينا، انا هنا مش ندير فيك مزيه، انت راك مدير فيا ثقه عمياء، انا من لازم نكون عند حسن ثقتك فيا. وراكم تشوفوا الحمد لله الشيء اللي رانا نديروه ورانا ناويينه ديما نلقاوه، نلقاو الشكر، وحنا نخدم لكم خدمه اصليه، وراكم تشوفوا نخدم لكم سير كوموند. هذه الطلبيات كامل تاع الناس، ماهيش تاعي انا نعرض فيها بين بحالك، هذه انت اللي طلبتها، وهذو كامل الزبائن اللي طلبوا الصالونات هذو، لخاطر لقاو عندنا الثقه ولقاو عندنا الامانه ولقاو عندنا المصداقيه. وشني والسعر، السعر روحوا لك لقوتشي الكونفور، عندنا زوج طلبيات، عندنا هذا تاع ولايه بسكره وعندنا الاخر تاع ولايه بسكره. الصدفة في زوج من ولاية بسكرة وفي زوج واحد ما يعرف واحد، الصدفة لقيتهم عندي عند هذا مستقبل العلمة وداروا جوتشي كونفور في زوج، كما راكم تشوفوا هذا في زوج من بسكرة وواحد ما يعرف واحد. نروحوا لكم نرجع الموضوع تاعنا تاع الجوتشي كونفور، هذا الجوتشي الاوريجينال، هذا اللي السعر تاعو يدير 17 مليون و900 في السيت بلاس الاصلي، هذا لازم يكون عندك مساحة كبيرة باه تديه، كون عندك صالة صغيرة وما يجيكش يعني بكل صراحة. 17 مليون و900 قدام من واحد يبيع فيه 23 مليون، احنا عندنا تدي باسعار الجمله، قلت لكم هذه خدمه سير كوموند وبري دو غرو، ماناش تاع سوق. هذاك اللي يشري لك المقلد ويبيع لك ب 18 ب 19 هذاك راهو يعاود السوق، احنا خدمه سير كوموند بري دو غرو. السعر قلت لكم 17 مليون و900 في الكونفور، عندنا العادي تاعو المخيط اللي ديما نعت لكم فيه، هذاك يدير 12 و800، ما تقوليش انا لقيته كيف، خاطر قدام من واحد يتكلح. يروح يشوف المقلد هذاك المخيط ويجي يقول لي اخويا رفيق راني لقيتو اقل من تاعك، نقول له بعثوا لي بعث لي المقلد. المقلد انا عندي العادي، احنا نقول له عادي لخاطر مخدم خدمه اصليه، يجيك خياطه هنا والظهر تاعو فرغان نحسبوك 12 و800. اما هذا الاصلي الكونفور الكبير راهو 17 مليون و900 باه ما تغلطش روحك، 17 مليون و900 في الكونفور. هذا القماش يقولوا له بارماكات، هذه تاخونا من ولايه بسكره بارماكات، وعندنا الاخر بارما 3 كما راكم تشوفوا، هذا بالبارما 3 هذا في زوج تاع بسكره. الخدمه كيف كيف، الكركاس بواروج بواروج بونج دي 30 دي 30 سبتا روسور سبتا روسور، الخدمه بلياجاما ظهر المعمر الاصلي الاصلي الاصلي. نروح لدوكا لولايه خنشله، عندنا خنشله هذه تاخونا من ولايه خنشله بموندانا في الموديل برادا 7 بلاس برادا الاصلي. شوفوا لي البرادا تاعنا الاوريجينال كيف ندير، صوروا ايمن مليح وضحوا مليح دقوا مليح، شوف الصالون شوف الصالون البرادة تاع خونا هذا من ولاية خنشلة كيفاش داير. شوف السوق الاثر، رجل الاثر، الموتيفا هنا بالاثر، لي كودوار هنا اثر، القماش هذا يقولوا له بيرغاموسيس، القماش نقولوا له بيرغاموسيس. اكد لي على الخدمة، اكد لي على الفينيسيو، اكد لي على الاتقان، واكد لي على الدقة في العمل. البرادة هذا راهو يدير 17 18، انا عندي 14 300 تديه الضامن 5 سنوات، كركاس بواروج بونجي 30 سبتة روسور، خدمة متقونة لأقصى درجة. هذا السعر تاعو 14 و300. روحوا موديل شيستر، موديل شيستر هذا اول صالون استفتحنا به واول صالون خدمناه ومازال مطلوب، هذا هو الكلاسي رقم واحد في نسبه الطلبيات، يعني هذا بايعين منه اكبر نسبه هو موديل شيستر. موديل شيستر ليه؟ لخاطر منه ومن يدير 16.5 16.5 وكهار يشمل هذا، كان يشمل هذا معليش، حنا هذا نبيعوا فيه 12 و700، خدمه بلياجاما، القاعده تاعو دودوني مخيطه، الكركاس تاعو بواروج، بونش تاعو دي ترونت، سبتة روسور، رجل إينوكس، مجمول أقصى درجة بقديه ب 12 و700، راكم تشوفوا فيه دي 16.5، كاين حتى واحد يبيع فيه ب 19 سي بلاس برك، ناخويا تديه ب 12 مليون و700 وعندك كارونتي فيه. القماش راه قولوا له بارما 3 أونتي طاش، هذا القماش بارما 3 أونتي طاش. طلبية هذي تاع الأخت تاعنا من ولاية الطرف. روحوا خونا من مدينة العلمة، هذا خونا من مدينة العلمة، جدر عندنا ثاني موديل شيستر كونفور. نفس الخدمة نفس المواصفات، القماش يتبدل حتى انا لا عندي انا عندي، ولكن لاحظتوا كاين ناس بزاف قبل ما يجيو يديروا طلبية عندي، مثلا يلقى شيسر مخدوم بالقماش هذا يقول لي خويا رفيق حاب نخدم بهذا، السعر يتبدل ولا ما يتبدلش؟ افهموا خاوتي، انا راني نخدم لكم بالقماش برومي شوا اونتي طاش، ثم اي قماش تخدم به عندي السعر كيف كيف ما يتبدلش. قال لي قدام من واحد، حنا كي نروحو نشريو يلقاو شونتيو مثلا بالقماش رخيص، تاك دوموندي البارما ولا دوموندي هذا يولي يقول لك زيد في السومه، حنا هذي ما نخدموهاش، حنا نخدمو تسمى غير بالقماش برمشوى. وهذه هذا مستقبل العلم، نلقاو بربي ان شاء الله، ديما معكم سيريو للاخر، والسلام عليكم.